مرة أخرى سيداتي وأولاد، السادس أتى وقد كان له صولات. المباراة التي تبدأ في هذه الأثناء وسط بداية غياب كامبانيا يمنع هدف لسيكو بوبانا بعد لمسة في منتهى الروعة. رونالدو تاريس ضاعت منه في صافرة من جانب حكم المباراة، احتسب تسللا في اللقطة الأخيرة. لمسة لكريستيانو، أوتافيو عرضية لكن ديفتافيو يلعب الكرة العرضية مرة إلى كريستيانو، تسديدة ولكن الدفاع تدخل. يادة هذه اللقطة فيها لمسة يد ملا هدتها ماجد الشمراني، ماذا يقارب الكرة؟ تيات وتصديات رونالدو قوية جيدة في الباطن ثم بعد ذلك في الرياض. سيديو ماني لمسة باتجاه تانيس كمر وبعد ذلك خطأ فونتا الروعة من ساديو وبعد دون الوصول ساديو هذه المرة مر، هذه المرة عدى ماني بتمرير. وكم مرة ضيعوا فرصة على اعتاب المرمى، كرة عرضية خطيرة لكن ماني عمل كبير جدا في اللقطة الماضية. الكرة من ساديو خطيرة لكريستيانو صاروخي ماديرا مارتن كامبانيا، من أنت يا كامبانيا؟ مباراة تاريخية لأنك الكرة بروعة في شباك الرياض. بوس من الدفاع بلقطة في هذه الأثناء ثم كرة أوتافيو لمصلحة الرياض في هذه الأثناء. بينية خطيرة لكن الدفاع تنسى أمامية، صالح العباس في مكان خطير يحط كرة وبعد ذلك النهاية لكن في الحاول داخل منطقة كريستيانو تمويه عرضية جميلة مرة مذهلة ليلى مذهلة وكرة مذهلة شوف جهة اليسرى محاولة لمصلحة الرياض في هذه الأثناء بينية خطيرة لكن الدفاع بعد ذلك خطأ على أوتافيو طويلة بحثا عن ساديو ماني خلف المدافعين خطيرة لكن الدفاع بينية خلص الدفاع أوتافيو بتسديدة مرت من أصر ما جميلة اللقطة الماضية لكريستيانو ولكن لمسة لتاريسكا تمريرة لرونالدو داخل كرة بفرصة بتمريرة تأخر فيها حول اللمسة ضاعت الكرة ضاعت نرفيا كريستيانو على كل حال تسلل على كريستيانو تمريرة لمين الكرة تأخر فيها حتى تاريسكا يا بيا لاني على تمريراته العالم على تاريسكا اللي كان مرة أول لمسة جميلة من موسونا خطيرة للرياض حلوة 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 لجري اللمسة موسونا في أول لمسة هل كان في تسلل في اللقطة الماضية هدف أول لمصر